السلام عليكم إخوان الأخوات وأبنائي بناتي الأعزاء، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا دائما بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. إذا إخواني وأخواتي، كما أقول دائما، فأنا كما وعدتكم تحت طلب واحد الأخوات، فهذه أكلة كما كتشوفوا قدامكم طلبوها لي بعض الأخوات، تحياتي لهم وتحياتي لكم جميعا، كل المتتبعين والمتتبعات ديالي، كل ما التحقوا بي جدد كذلك. فمرحبا بكم في هذه الوصفة اللي هي غزالة وكما نقولوا ذواقة ومزيونة وسهلة، كلشي كتشوفوا فيها سهل، كلشي موجود عندنا. فهي كما كنشوفوا بعض قطع الدجاج مع الخضر، نوعين من الخضر، فكتجي يعني بطريقة هائلة زوينة معسله ما شاء الله. ما نقولكمش زعما، حاولوا تجربوها، فهي زوينه وخفيفه ظريفه، وكلاب الخضر كنحتاجو، كنا كنحتاجو في هذا الوقت هذا البرد، ديال الخضر كما كتشوفوا جلبانه. غنبدا لكم بسم الله على بركه الغذاء، غندخل في المقادير. اذا كما كتشوفوا عندي بعض قطع الدجاج، فانا الدجاج غنعطيكم واحد السر ديالي باش كيجي الدجاج بحال الدجاج البلدي، فهذا عادي يعني ده الحانوت. فسبحان الله كنقطعو يعني كنحيدو ديك الجلده ديالو، ونبدا نعطيكم السر كيفاش كنغسلو كيفاش كنصايبو. عندي بعض قطع الدجاج كما كتشوفوا، وكيبقى لكم الاختيار نتوما اي مكان يعني في الدجاج الا بغيتو، خاصو تعملوه بالجلده ديالو عملوه بالجلده ديالو. فعندي هنا بصله كبيره، كبيره الحجم، كبيره الحجم، مقطعه على شرائح طولي. اذا لما كنبغي نعمل معكم الطاجين، دابا ولفتوا معايا ما شاء الله يعني الطواجن اللي كنعمل، فكنعمل على هاد القطع على هاد الشكل، شكل طولي. هنا عندي نصف كيلو كما كتقولوا جلبانه، ولكن انا ما كنبغيش نذكر في هذه المسائل هذو المقادير، لان كل وحده او كل واحد كيعمل على حساب الاشخاص اللي عنده في المنزل ديالو، سواء الاسره او الضيوف. فهذه اكله تقريبا كنقدمها حتى للضيوف، صراحه محبوبه، كلشي كتعجبهم، وحتى هي البرد. فعندي هنا نصف كيلو كما كتشوفوا، قشرته وغسلته مزيان. هنا عندي كاس زيت الزيتون، انا دائما اذكر، ف يعني الطاجين الا بغيت تقتلو يجي ممتاز ولذيذ جدا هائل، ف كطيبو بزيت الزيتون. هنا عندي كركوبه د الثوم كامله ومكموله، يعني كركوبه ماشي فصوص فقط، خليتها جوج الفصيصات، وهذه حكيتها كما كتشوفوا هنا. هنا التوابل، ندخلكم في التوابل. فهنا عندي القرفه، لان هاد الطاجين معروف بالقرفه، الطيب ديالو السر ديالو هو القرفه. وعندي الملح حسب اللوغو او الذوق، تقريبا هذه مقياس ملعقه صغيره لأذكر، فقط ملعقه صغيره هي باش كنعبر. هنا الملح هانتوما كتشوفوا نقص انا في سيوته، ماشي ما معلقاش ما معمرش بزاف ملعقه، لكن ما معمرش بزاف، ولكن كيبقى الملح حسب لوكو ديالكم او الذوق عفوا. هنا عندي كما كتشوفوا، انا دائما كنبغي نطيب بهاد راس الحانوت سو مع الدجاج، وهاد لا غوسيت او هاد الوصفه كيجي هائل. هنا سكينجبير او الزنجبيل، وهنا الخرقوم بلدي، هنا دائما كنبغي نطيب انا القزبور يابس، اللي لاحظتوا الوصفات ديالي بالقزبور يابس، فكيجي هائل ومفيد جدا. وهادو خلاص عويضه القرفه، لان قلنا هاد الوصفه هادي فالسر ديالها كله هو القرفه. هنا كما كتشوفوا عندي هاد الحزمه، دائما انا كنعمل حزمه مختلطه من القزبور والمعدنوس او معدنوس. وهنا عندي 6 مثلا الحبات متوسطه الحجم للجزر، لكنها مقطعه على شكل يعني مربعات رقيقه او صغيره جدا على حسب الحجم باش كتجينا مع الجلبانه. انا دائما كنبغي نشرح لكم هيدا، استسمح باش ما نطولش عليكم. فنظرا تحت طلب بعض الاخوات هما اللي كيلحوا عليا. وهنا عندي معدنوس مقطع رقيق جدا، هذا فقط كنخليه، انا غنقول لكم علاش، للتزيين فقط. اذا هنا بسم الله نبدا كنمشيو نوجدوا الطاجين ديالنا. اذا الاخوان والاخوات، لي اذكر انا قلت الطاجين، لكن قبل الطاجين خاصني نعدل قدامكم هذا، وحاولوا ما تشرملوش الدجاج، هذه غير كنصيحه مني. فانا كنشرمل الدجاج حتى كنبغي نصب الطاجين ديالي او الكوكوت ديالي، الطنجره يعني طنجره الضغط او في اي طنجره. اذا على هذا الشكل دائما كما ولفتكم معايا متتبعات والمتتبعين ديالي، فهادو كنخليهم حتى كنوضعهم في الطاجين جانبا. كذلك الثوم اللي كنكون يعني الثوم محكوك او مهروس، او كل واحد كيفاش كيبغي يسميه، انتم كتشوفوا قدام عينيكم. فما شاء الله
كيجي هاد الدجاج ما ناكلكمش، كانك كتاكلي الدجاج البلدي، بحال كتاكلي الدجاج البلدي. ودائما كنعمل واحد لا كونتيتي، يعني الربع ديال الكاس، باش كنحاول نعمل هاد الشرميله هادي. ما كتشوفوا هيدا فقط، ما كنكثرش. اذا كنبقى كندخل فيها التوابل ديالها على هاد الشكل. الاخوان كما كتشوفوا كننزل هاد البصل هنا في الطاجين بارد. دائما كنقول لكم الطاجين كيكون بارد، هانتوما كتشوفوه ما كاين فيه لا حس لا والو. فكننزل البصيله ديالي على هاد الشكل في الطاجين، كنخليها على هاد الشكل هذا. وين الطاجين بارد هانتوما كتشوفوا، راه سبق لي عملت معكم هاد الطريقه هادي، فكيجي هائل ممتاز، راه ما كيلصق لي انا، ما كيتحرق. كنت عطيتكم بعض الاسرار في الطاجين الاولاني، ولكن دائما كنذكر. فكنجيب هذيك الزويته فقط اللي كانت عندي، ديك الكاس اللي حيت منه، ديك اربع كاس، وذكر فهي زيت الزيتون، يعني زيت بلديه او زيت العود او زيت الزيتون كنسميوها. فكنخليه وكنشعل البوطه ديالي، كنخليها تقريبا ديك 6 دقائق 5 دقائق حتى كتنزل البصيله كتبقى تطلق الماء ديالها، وعاد كنعدل طريفات الدجاج ديالي. يلا كما كتشوفوا الطاجين هانتوما كتشوفوا البصيله تشحرت، بسم الله على بركه الله. كنبقى كنزل الحمه ديالي او قطع الدجاج ديالي اللي عندي، وكنبقى نزلو على هاد الطريقه. شويه بشويه، لان علاش كنعملو البصل على هاد الطريقه هادي، باش كيبقاو لي القطع يعني ما كينزلوش على الطاجين، وما الحمد لله ما كيتحرقش. كنخلي على هاد الشكل هذا، نتوما كتشوفوا بحال دايما البنات هذاك الشيء اللي كيبقى لي من ديك الطباصل، كنحاول نزيد عليه شويه وكنحطو هكا على هاد الدجاج او القطع ديال الدجاج ديالي. كما كتشوفوا تقريبا كاس صغير او كاس العنبه على هاد الطريقه هادي هيدا، وكنخليه كيتشحر واحد ربع ساعه باش نعمل الخضرة قدامكم. وتبارك الله عليكم وشكرا على المشاهدة. انتم كما كتشوفوا غنفتح على الطاجين ديالي بسم الله، فكتشوفوا ما شاء الله تبارك الله هو مشحر، وحتى المريقة تبارك الله جات على شكل مدغمرة. انتم كتشوفوني فهمتي ها، وكنحاول كنزيد باش كتعطيني واحد لاكولوغ. اذا هنا المريقة خليت ديك ربع ساعة او 10 دقائق كتشحر لي، فكتولي المريقه مشحره بوحدها. الان اخواني واخواتي كنبدا كنعمل الخضيره ديالي، فكنصبق بهذه الطريقه مثلا بالجعده على هذا الشكل. حنا كنعرفوا الجعده قاصحه شويه كخص الطيب، كنديرها من تحت ثم كنعمل على هاد الكميه تقريبا، كنقسمها في النص. فما ما بلا ما قبل ما تسقسيوني ولا كما تسقسيوني، فنسي مائله ديتهم زيت الزيتون والتشحيره طالعه غزاله يا سلام. ثم كنبقى كنعمل الجلبانه على هاد الشكل هذا. حتى هي فكما كتشوفوا عملت هاد الحزيمه قبل ما نكمل الخضره ديالي، كذلك عملت هاد العويدات القرفه هنا، لان اصلا هذا الطاجين معتمد عليه يعني في القرفه. وكنحاول دابا كنولي كذلك كنزيد كمل على الخضار ديالي. ثم الجيده او الجزر، او يعني كنقول لكم كل واحد كيفاش كيسميه، عفوا.
فكما كتشوفوا اخوان انا عملت الخضره ديالي، الان غنشد عليه، ولكن الا بغيت نزيد ليه نشوف ليه كنزيد واحد الكويس الماء، راه ما عملتش الماء هذيك المريقه اللي عفوا هذه دابا طايبه هيدا يعني كطلق الماء ديالها كتبقى شي. فغادي نبقى معكم. اذا كيطيب الطاجين فما شاء الله هيداك شي ربع ساعه، لان كنعرفوا الدجاج ولا الخضيره مقطعه رقيقه جدا، فواحد ربع ساعه ونطلقها ان شاء الله. هانتوما بسم الله شوفوا الطاجين ديالنا، ف ها هو الحمد لله بدا كيطيب، قالوا شي بزاف. فانا دائما كنعمل شويش ديك العطريه او التوابل اللي وريت لكم، كنعملهم شويه في الماء، اللي بغى كيزيد المليحه كيزيد الملحه. اصلا هاد الطاجين كيكون يعني كيجي بحال لي سكري يعني معسل، لان كما كنعرفوا الجلبانه فهي حلوه، جعده حلوه او جزر فالمذاق ديالو حلو. فكنبقى نزيد شويه ديال التوابل هيدا من فوق، وكندردر على هذا الشكل هذا بحال هيدا باش كتدخل في ديك الخضيره كامله. اللي كيبغي اللي يعني كيحب يعمل السكر كاين اللي كيعمل ديك معلقه السكر، ولا انا ما عملتش. فكنبقى ندردر على هذا الشكل هذا وكنردو يطيب. شوفوا معايا مزيان، كنخليه يطيب عاوتاني في داك شي 5 دقائق ولا بما كتدخل فيه ديك وتجمر لي المريقه. وكنوريكم الشكل النهائي كيكون عاد الطاجين مازال كيطيب. باقي عندي واحد السر، باقي واحد السر خاصني نوريه لكم البنات. من بعد ما حيت هاد الحزيمه ديال الربيع كما كتشوفوا القزبر والمعدنوس، فانا كنت عملت مثلا الجعيده قبل قطعتها على شرائح فقط بحال هذا الشكل هذا، اذا غير التزيين فقط. الان غنعمل يعني في هاد الوقت اللي قلت لكم انا كنخلي دائما في الاخير كنعملو كنخلي المعدنوس باش كنعمل عفوا كنرش عليه شويه ديال المعدنوس بحال هكذا مقطع رقيق اللي وريت لكم، فكنخليه حتى الاخر كيفاش كيجي. يا سلام باش كتبقى النسيمه ديالو زوينه كتعطي واحد النكهه هائله جدا جدا. الان غنخلي واحد جوج دقائق ولا وغادي نطفي عليه ونطلقاو في الطبق النهائي. انتم كتشوفوا الاخوان الطاجين ديالنا وجد، اجيو معايا نكتشفوا شنو فيه لداخل. بسم الله، فكيجي على هذا الشكل. ما نقولكمش النسيمه اللي طالعه، والطواجن ديالنا هو هذا وجغزال. فبالصحه والراحه، انتما كتشوفوا كما نقولوا باقي كيقرقر. فتبارك الله عليكم، صحتكم وصحتنا كاملين. حاولوا تجربوه احبائي وحبيبتي، فما غاديش ندموا، جا زوين بزاف بزاف. النسمه ديالو غزاله وتيشهي. وشكرا لكم على التتبع والمشاهده.